بيكم معاكم منار احمد كمال للمره الرابعه التوالي. للي ما يعرفنيش، فانا منار احمد كمال، طالبه بكليه الطب البشري جامعه دنهم. احنا بنكمل سلسله الفيديوهات اللي بداناها، ويا رب يكون الفيديوهات السابقه فادتكم ونكمل الافاده. الفيديوهات بتبقى بناء على اسئله الناس بتبعتها وبتسالها. ده الفيديو الرابع من السلسله، فيه 3 فيديوهات قبله، انصحكم ان انتوا تشوفوهم، ويا ريت تشوفوهم بالترتيب كمان، لان كل فيديو مترتب على اللي قبله. فيعني الفيديو التاني مثلا مترتب على الفيديو الاولاني، وكذلك التالت مترتب على التاني والاول، وفيديو الرابع ما هو الا تكملة ليهم. بالنسبة ان انت دلوقتي بتشوف الفيديو ده، فما معناه ان انت هتلاقي في اول كومنت على البوست على الفيديو ده بوست، اللينك بتاع البوست ده هتلاقيه على الفيسبوك على البروفايل الشخصي ليا. البوست ده فيه كل اللينكات بتاعت الفيديوهات، ال4 فيديوهات اللي نزلوا، بالاضافة لبرنامج لينك برنامج مندلي، ولينك باب ميد وجوجل سكولر وبعض البرامج اللي احنا او الخدمات اللي احنا هنستخدمها النهارده، ولينك بنك المعرفه المصري وساين هاب اللي هنستخدمه النهارده، وتقريبا اي لينك احنا هنستخدمه النهارده او استخدمناه قبل كده هيكون موجود في البوست ده. فياريت تشوفوا البوست، ولو لقيته مهم وكويس تشاروه مع اصحابكم اللي من الكليات الصحيه والعلميه زي طب وصيدله واسنان وعلاج وبيطري وتمريض. نبدا بقى الفيديو وعلوم. طبعا نبدأ بقى الفيديو ونشوف احنا النهارده هنتكلم عن ايه. احنا هنتكلم بافتراض ان الكليات كلها نزلت المواضيع الابحاث الخاصة بيها. احنا النهارده يوم 7/5، فالكليات تعتبر كلها نزلت مواضيع الابحاث، فاحنا ازاي نختار موضوع المناسب لينا، وازاي نعرف نوع البحث اللي احنا اخترناه على اساس الموضوع ده. انا هدي مثال من كليتي، كلية الطب البشري جامعة بنها. فانا هفتح معاكم الفايل اللي الكلية عندي نزلته. ده الفايل اللي الكلية عندي نزلته، ده مثلا قسم الباثولوجي. من رأيكم كده ومن اللي احنا شرحناه في تاني فيديو في الفرق بين الاكاديميكال اساي والليتريتشر ريفيو، موضوع زي الجاستريك ألسر ده نكتب عنه ريفيو ولا اساي؟ هنكتب عنه اساي. سامعاكم بتقولوا اهي، زي بالظبط الروماتيك ارثرايتس اللي احنا او الروماتويد ارثرايتس اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. هنتكلم مثلا عنها، هو احنا مثلا كنا قايلين المرض ده نتكلم عن دايجنوزيس والتريتمنت والبريفنشن وكده، هو محدد لك هنا الايتم كمان اللي انت هتتكلم عنها. إيه لما بصيت في كل محتوى قسم الباثولوجي عندنا مثلا، لقيتهم كلهم مش هينفعوا غير اكاديميكال اساي. ولما نقلت مثلا قسم الفارما، لقيت في موضوعين مثلا رقم 5 و6 دول اللي ممكن ينفعوا از ريفيوز، يعني ان انا ممكن اتكلم عن الدروجز اللي هي اليوتراين ستيمولييت في حاله الاكشن اوف يوترس، يعني الدرجات اللي بتحفز اليوترس بتشتغل ازاي او بتعمل ايه في اليوترس، الاكشن اللي هي بتعمله في اليوترس. وممكن اتكلم بقى عن ميكانيزم وتاثير، ومن خلاله وانا بتكلم حاجات جديده هتطلع لي فاقدر اكتب باراجرافات اكتر. ده موضوع مثلا انا شايفه انه ممكن نتكلم عنه از ريفيو. ولكن مثلا موضوع زي ده، الموضوع زي ده، ده موضوع صريح، موضوع مش هين، مفيش فيه علاقات، مفيش علاقة بين حاجة وحاجة فأنا أبدأ أبحث عنه. مش زي مثلا كان عندي مونوكلون أنتي بادي بربطه بديزيز فببدأ أدور عنه، لا مفيش الكلام من ده. إما هنا مثلا علاقة اليوترس بدرجات فأنا بربط بينهم، مفيش، لا هنا ده موضوع أصم، درجات معينة، الأنتي مايكوبكتيريال درج، أنا درجات معينة، فدي درجات ليها طريقة معينة في الكتاب اسمها الإيسي، مش هينفع أكتب عنها ريفيو. بقيت المحتوى برضو شفته كده، محتوى برضو قسم البارا مش شايفاه برضو غير كده، برضو محتوى ثابت اللي هو ينفع لإيسي ما ينفعش لأكتر من كده. يمكن قسم المايكرو اللي شفت فيه حاجة حلوة قوي اسمها رول اوف الستاف كوكس سكريشن، ده موضوع ده ينفع ريفيو مش ينفع إيسي. ففكرة ان في ما حاجات تنفع إيسي في حاجات تنفع ريفيوز، بس انت تشغل عقلك وتشوف المثال اللي احنا شرحناه في تاني فيديو وتشوف الفرق بين الموضوعين. احنا محتاجين critical thinking، تفكير نقدي اكتر، وعلاقة بين حاجتين انا بحاول اشوف بينهم، زي مثلا ما انا بشوف علاقة بين cardiovascular diseases والاثيروسكليروزس تصلب الشرايين، هل تصلب الشرايين بيعمل امراض قلبية ولا الامراض القلبية هي اللي بتحفز تصلب الشرايين. ببدأ اركز واشوف هل مثلا اكل الاكل اللي هو فيه الساتيوريتد فاتي اسيد الاحماض المشبعة بيعمل زياده في الكوليسترول فبالتالي بيعمل اثيروسكليروزس تصلب الشرايين. بشوف هنا في 3 نقط بجمع بينهم علاقه. اما المواضيع الصماء دي ما ينفعش يتعمل عنها ريفيو، هيبقى صعب شويه، مش هتلاقي
حاجات تتكلم عنها، او الحاجات اللي تتكلم عنها مسلمات. بمعنى ايه مسلمات؟ بمعنى انت لو فتحت الكتاب بتاع القسم بتاعتك هتلاقي ريكيتسيا بتشرح في الكتاب عناوين ثابته، العناوين الثابته ما بتتغيرش الا اذا طلع دراسات بحثيه جديده اضافت، بس المواضيع زي دي بتبقى ثابته. فعشان كده بنلجأ ان احنا نستخدم فيها الاي سي، وده اللي احب اوضحه لكم في احد الامثله. المثال ده انا جايباه من كليه الطب البيطري جامعه بنها، لانها كانت نزلت قبل الكليه بتاعتنا مواضيع الابحاث، كانت منزله موضوع بيقول لك اتكلم لي عن الانتي بكتيريال. ما كانتش كلمه كلبه دروج، دي كان موضوع رقم 25 تقريبا، يعني الناس اللي من بيطري بتتابعني. يوزس فور تريتمنت اوف مننجايتس، انا هنا بربط دروج اللي هي الانتي بكتيريال دروج اللي هي الانتي بايوتكس بعلاج المننجايتس اللي هو مرض الالتهاب الاغشيه الصحيه. دلوقتي في ريليشن، في رول بتاع دروج في علاج حاجه، تمام؟ فانا موضوع زي ده اقدر اكتب عنه ريفيو. طب موضوع زي ده بيقول لك اتكلم لي عن الانفلونزا وسكت ومديني اوبشنز هنا بقى حاجات اتكلم عنها، ده موضوع اصم مش هينفع اتكلم غير عن الانفلونزا. هو مش بيقول لي اتكلم عن انفلونزا واستخدام مثلا دراج معين في علاجها او فاكسين معين في علاجها، لا ده هو سابها لي كده صماء، فده مش هينفع يتكلم عنها غير اي سي. يا ريت تاخدوا بالكم المعلومه دي وتشوفوا الموضوع. الاي سي احنا شرحنا الاستراكشر بتاعه قبل كده، والريفيو برضو شرحنا الاستراكشر بتاعه قبل كده، وعارفين انتوا الاستراكشر، تمام؟ عشان انا اكتب بحث انا محتاج اكون تايتل، يعني مش هينفع اخد الموضوع ده كده واحطه، لا لازم اكون تايتل. التايتل في الريفيو او الليتريتشر ريفيو بيبقى حاجه اسمها بي او. البي دي بتعبر عن البوبوليشن، والاو دي بتعبر عن الاوتكم. البوبوليشن مثلا في اول تايتل اللي هو ده هم المرضى اللي عندهم المينينجايتس التهاب الاغشيه الصحيه، والاوتكم اللي انا عايزه اطلع منه ان انا استخدم دراجات او ادويه في علاج المرض ده. فاحنا هنيجي نفترض ان الدراجات دي يوسفول في التريتمنت بتاع المرض ده، يعني الدراجات دي ليها فايده وتقدر تفيدني. فانا الفرضيه بتاعتي او الفرضيه الهايبوثيسس بتاعتي اسمها واحد او الالترناتيف هايبوثيسس، انا مفترض الايجاب. فانا بدور الاول على الدراسات اللي بتاكد المعلومه. للناس اللي ما تعرفش ايه هي الانتي بايوتيك او الانتي بكتيريال دراج، الانتي بكتيريال دراج هي الانتي بايوتكس المضادات الحيويه. والناس اللي ما تعرفش مرض المنجايتس هو نيورولوجيكال ديس اوردر، يعني مرض بيجي في الاعصاب، يعني او مش بالاعصاب بالتحديد، بيجي في الاغشيه السحائيه اللي حوالين البرين المخ. فهو مثلا هو ساب لي الموضوع عام وبيقول لي انتي بكتيريال دراج، سابها لي عامه خالص، او انتي بايوتكس سابها عامه خالص. انا ابدا ادور، انا خدت كلمه تريتمنت اوف مننجايتس ورحت بيها على جوجل، واخدها معاكم برضو واجربها. ندخل على جوجل، هنحط اهي هنا، هنبحث عنها، هيجيب لي ايه؟ هتلاقي الاسئله دي مثلا يقول لك ذا بيست تريتمنت، ايه الادويه اللي بتستخدم في علاج المننجايتس. انت واحد مثلا بدا تعليم اونلاين ليرنينج عندكم، فما بداتش تذاكر شويه او ما تفتحش الكتاب، وكان موضوع المننجايتس ده في اخر الكتاب، فبالتالي ما تعرفش عنه حاجه. يا هتفتح الكتاب وتدور فيه وتعرف ايه الدرجات اللي كتاب قسمك انت مقترحها في التريتمنت بتاع المننجايتس، يا تيجي كده على جوجل وتكتب التريتمنت اوف مننجايتس وتشوف جوجل هيطلع لك ايه. جوجل بيقترح لك السيفالوسبرين وشويه تايبس من تايبس بتاعه البنسلين. فهنيجي هنا نكتب الدرجات اللي مقترحه ونشوف لو في كتاب قسمنا مثلا اكيد موضوع زي ده قسم مش هيقترحه الا لو كان مقرر دراسي عليك. يعني احنا مثلا عندنا هنا قسم الباثولوجي مقسم اكوردنج للشباتر اللي عندنا في المنهج، متقسم منهج الترم الثاني متقسم على اساسها. فانت تشوف كتاب القسم عندك كاتب ايه، ايه الدرجات اللي مستخدمها، وتكتبها وتبدا تبحث عنها وتبقى سبيسيفيك شويه بقى جوه المين تكست وانت بتكتب. طب ده بالنسبه للريفيو لو هشتغل على موضوع زي الريفيو. طب لو هشتغل على موضوع زي الايسي، هبدا اكتب إيه المرض ده اللي هو الانفلونزا. فيروس الانفلونزا فيروس معروف، يعني الاي تايب، هو طالب منك حاجات معينه هنا ثابته زي ما بالظبط برضو قسم الباصو هنا طالب في كل حاجه إيه حاجات ثابته. مثلا ده الايسي معظمه بيبقى كده، وهتلاقوا معظم الجامعات، يعني انا شفت من طب الزقازيق مبعوت لي برضو نفس الكلام ده مكتوب بنفس الستايل اللي هو حاجة معينة وطالب قصاده حاجات معينة تتكلم عنها. فهو الإيسي مش هينفع ما يديلكش اوبشن تتكلم عنها، لانك لو هتتكلم عنها هيبقى الموضوع يطول زيادة عن اللزوم، فلازم يحط لك مثلا مواضيع معينة تتكلم عنها، تمام؟
فيبقى احنا كده فهمنا الفرق بين المواضيع الابحاث اللي نازله ومواضيع الابحاث اللي فيها علاقه ببعضها هنعملها ريفيو، والمواضيع الصماء اللي هي مش هينفع فيها غير حاجات معينه نتكلم عنها دي تنفع اساسا. وبالمره وضحت للجماعه عندنا في طب بنها عشان لما يشتغلوا الموضوع برضو في طب بيطري تقريبا نفس النظام، هتلاقوا بعضه برضو مواضيع تنفع كده وتنفع كده، وفي الزقازيق نفس النظام. احب قبل برضو ما ادخل، بما اننا تذكرنا طب الزقازيق، في جالي سؤال على الايميل من طب الزقازيق بيقول انا ممكن استخدم ما يعرف بالفوت نوتس. يعني ايه فوت نوتس؟ هنيجي هنا نضغط على كلمة ريفرنس، هو الورد بيحمل شوية، هنلاقي هنا insert foot notes. يعني ايه دي؟ الفوت نوتس بتستخدم في الطب او الابحاث الطبيه في ذكر معلومه وليس في ترتيب ريفرنس. يعني ما ينفعش اجي على جمله زي دي واقف هنا واعمل insert foot note، هيتكتب عندي واحد وواحد دي بتتكتب تحت في اخر الصفحه، وممكن اخليها تتكتب هنا بدل ما هي بتتكتب في اخر الصفحه تتكتب تحت التكست كله على بعضه، فبلو التكست خالص وابلاي، هلاقي الرقم ده المفروض هيبدا ينزل تحت خالص عندي، مش هيبقى ده مكان. المهم الفوت نوتس دي بتستخدم للمعلومات وليس لترتيب الريفرنس. يعني ما ينفعش استخدمها هنا ويبقى مثلا الجمله دي الريفرنس واحد واكتبه، لا. طيب حتى لو افتراضا ان الكليه عندنا وافقت ان احنا نكتب فوت نوتس والريفرنس، هيبقى الموضوع مجهد جدا. بمعنى انت هتقعد تاخد كل ريفرنس وتشوف الستايل اللي الكليه طالباه منك وتكتبه، فالموضوع بيبقى مجهد. فنشوف كده ستايل الريفرنس ونكتبه ازاي. ده ريفرنس، ده مرجع، دي دراسه بحثيه. عشان افهم الكلام اللي مكتوب في الريفرنس ده افهمه ازاي، احنا هنفتح هنا ملف الريفرنس او ملف البيبر بحثيه عشان نفهم الجزئيه دي. دي خانة الريفرنس، انتوا فاهمين حاجة؟ لا، بس لازم تفهموا ايه الكلام ده معناه ايه. فانا خدت مثال من الابحاث بتاعتنا وكتبته لكم عشان يكون واضح. ايه الناس دي؟ دي اسامي الاسر الباحثين اللي تعبوا وطلع عينهم في كتابة هذه الورقة البحثية اللي انت مستجبر تكتب اساميهم ومش عايز تكتب ريفرنس وعايز تسرق الريفرنس ومكبر منهم خالص. الناس دي تعبت واشتغلت وعملت دراسة بحثية عشان تطلع لك بالمعلومات القيمة دي، فانت بالتالي تقتبس منهم وما تسرقش منهم. طيب السنة اللي بعدها دي سنة النشر، السنة اللي الورقة البحثية دي اتنشرت فيها 2008. طب واللي بعد كده ده اسمه التايتل اوف ستادي، التايتل اللي هو احنا هنا بنقول عايزين نكونه، التايتل بتاع الدراسة البحثية اللي انت ممكن تاخده كده كوبي بيست وتدخل بيه على باب ميد او جوجل سكولر بتلاقي. هناخد الكوبي بيست وندخل بيه على باب ميد، ممكن نكتبه في الادفانسد ونعمل سيرش، ممكن يجي هنا على طول ونكتبه، لاننا هنا مش بنعمل سيرش استراتيجي، احنا بندور على دراسه بحثيه. نعمل سيرش هنلاقي الدراسه بتفتح لنا على طول، الدراسه اهي. تمام. طيب ايه اللي مكتوب ده؟ اللي مكتوب في الاخر هنا ده كانسر ساينس، دي اسم المجله او الداتابيز الطبيه، او حتى لو مش طبيه وفيها مواضيع تانية بقى، بس غالبا كانسر يعني طبية بس، فبس ممكن يكون لها حاجات يعني غير صحية غير تانية غير الطب. فهي مثلا دلوقتي بتتكلم عن كانسر ساينس، دي الداتابيس او الجورنال اللي اتنشر فيه الورقة البحثية. طب ده اسمه الاي دي، والمنصورة دي انا اللي عاملها لكم تفصيلين. طب في انواع تانية في ترتيبات الريفرنس، مش شرط يبقى مترتب بالشكل ده، ممكن تلاقي في حاجة اسمها دي او اي. انا هحاول لو في هنا استادي فيها دي او اي اوري لكم دي او اي بيبقى مكتوب ازاي. بس دي او اي ده زي اي دي كده، زي ما احنا لينا ناشونال اي دي بنتعامل بيها اللي هي الرقم القومي، فالدراسه البحثيه كمان بيبقى لها اي دي، يعني عشان ما تزعلش. فما ينفعش احنا نهمل الريفرنس. طب لو انت هتعتمد على الفوت نوتس زي ما قلنا، هتضطر تنقل كل ريفرنس بتكتبه هنا. في نفس الوقت انت مش ضامن كليتك هتقبل الفوت نوتس ولا لا، فهنرجع كده باك عشان خاطر الفوت نوتس دي تتمسح. طيب في نقطة ثالثة مهمة أحب أعرفها. الكليات طالبة أبحاث، تمام؟ طالبة إن البحث يتكتب بخط معين. إيه هو نوع الخط ده؟ TNR. التي إن آر أهو، هتيجوا هنا خانة الخط هتلاقوا التي إن آر. طيب
طيب حجم الخط 14، حجم الخط اهي يا جماعة سهل، الموضوع سهل. طب ايه حجم العنوان؟ يعني عنوان زي ده مثلا رئيسي، كاتب كلمة introduction، كاتب عنوان رئيسي بتتكلم تحته باراجرافات، تحدده وتختار 16. طيب ايه المسافة البينية دي بقى؟ 1.5. المسافة البينية شايفين انتوا الخانة اللي انا واقف عليها دي، بيقول لك باراجراف سبيسز. يعني ايه باراجراف سبيسز؟ يعني مسافات بين الباراجرافات وبعضها، هي ممكن تكون 1 أو 1.25 او 1.5 أو 2، تمام؟ فدي يعني المسافات البينية عشان برضو الناس اللي ما بتتعاملش مع الورد تبقى عارفاه. طب نقطة ثالثة، عشان برضو للأسف شفت ان في ناس بتستغل الطلبة وتقول لهم ابعتوا الأبحاث واحنا هنحولها لكم البي دي اف بمبلغ رمزي. يا جماعة ده ضحك. يعني انتوا هتيجوا هنا عند فايل وتعملوا سيف از، وهنا تكتب اسم الملف البي دي اف اللي انت عايز تحفظه، وهنا هتيجي تختار هنا بي دي اف وتعمل سيف، الملف هيتحفظ على طول مش محتاج حاجة. ففكرة ان انت تدفع لواحد فلوس عشان خاطر يعمل لك البحث بي دي اف، يعني اظن ان دي يعني حاجة مش صعبة، بس الملف اللي احنا شغالين فيه الورد ده تسيف بي دي اف اهو، تمام. طب لو انت الاوبشن ده مش شغال عندك، على حسب ممكن يكون نوع النسخة او نسخة مايكروسوفت اوفيس وورد اللي عندك قديمة شوية فمش ظاهرالك، او انت ما عندكش على الجهاز مثلا برنامج وورد بيحول لبي دي اف، هنيجي هنا على جوجل نكتب سمول بي دي اف، وانا هحط لكم اللينك ده برضو على الفيسبوك. هنيجي هنا تحويل البي دي اف لوورد، وترفعوا الملف، هتختاروا الملف من جهاز الكمبيوتر او تسحبوه عادي مفيش مشكلة فيها، برضو هتسحبوا الملف عادي خالص اللي هو احنا مثلا بنكتب فيه ده وتحطوه في البرنامج، وسهل يعني الموضوع مش امر. هيبدأ هو يحمل وبعد كده هيقول لك تحويل، وهيحمل عادي وبسيط، وهيتحول لك ملف الوورد البي دي اف لو انت عندك مشكلة في التحويل. برنامج اسمه او موقع اسمه سمول بي دي اف، وهحط لكم زي ما قلت لكم اللينك على الفيسبوك. نرجع بقى لكلامنا المهم، احنا كده عرفنا ان احنا هنشوف الموضوع نعرف الفرق بينه. دلوقتي احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها السيرش على مواقع بحثية او محركات بحثية تفيدنا في ان هي تطلع لنا بيبر بحثية بقى مختلفة بكل انواعها، او بوك شابتر، شباتر في كتب معينة يعني بتتكلم عن مواضيع. فاحنا قلنا اسهل برامج هنستخدمها ببمت، او اسهل محركات بحث ببمت وجوجل سكولر، تمام يا جماعة. يعني احنا مفروض كده هنبحث على جوجل سكولر وببمت. فين بقى جوجل سكولر وببمت؟ احنا كده وريناكوا الموقع ده، فنقفله. ده جوجل سكولر، خلاص برضه شوف منه، وده جوجل سكولر وده ببمت، تمام. دي الدراسة اللي احنا شفناها. احب برضه اوضح لكم حاجة قبل ما نبدأ البحث في ببمد اللي انتوا بالفعل عارفين طريقة البحث فيه. لو انا ببحث عن بيبر، البيبر دي مش متاح ليها البي دي اف، تمام. ممكن هنا نلاقيه، بس هنتعامل فرضا يعني ان احنا مش لاقيين البي دي اف بتاع البيبر، والبيبر دي انا واخد منها جملة زي الجملة دي مثلا ومقتبسها عندي في الدراسة البحثية بتاعتي، او انا بقرأ الابستراكت بتاع الدراسة دي عجبتني جملة فاقتبستها منها. فهي الجملة مثلا اخرها فين اهي، خدت الجملة دي كوبي بيست كده وجيت هنا وعايز اقتبس الجملة دي كجملة بحثية ومن الاستادي دي، والاستادي دي للأسف مش موجودة فول تكست فور فري، اعمل ايه؟ احنا طبعا عارفين برنامج مندلي، هنيجي عند الجملة دي ونفتح برنامج مندلي. طب دلوقتي مش عارف انزل البي دي اف عشان احطه في مندلي، اعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. نفتح بس مندلي الاول. طبعا الجمل بيتعمل لها بارافريزنج، يعني انا بس واخده الجمله عشان اوضح لكم البوينت. في حاله ان انت مش لاقي البي دي اف بتاع البيبر ولقيت الابستراكت كده على بابميد، هتعمل ايه؟ بابميد فتح خلاص اهو، بابميد. هنيجي هنا على بابميد، هنيجي عند اد دي، هتلاقي تدخل الملف اللي انت عايزه او الدراسة البحثية اللي انت عايزها منيول يدوي. هنيجي هنا هيظهر لنا القايمة دي، هننزل تحت هنلاقي حاجة اسمها الدي او اي والباب ميد اي دي. هنيجي عند الدي او اي هنا ونستخدمها، هنجيب الباب الدي او اي من هنا، الدي او اي اهو، تمام. شايفين دي الباب ميد اي دي ودي دي او اي، ممكن نستخدمها في البحث. نقفلها، هناخدها بس كوبي مش شرط نفتحها يعني، كنترول سي. هنيجي هنا
ونحط DOI كنترول V ونضغط على علامة السيرش اللي جنبها دي، هيبحث عن الدراسة البحثية. كده هو وجد الدراسة البحثية دي، تمام اهي، مش دي نفس التايتل understanding؟ دي اهي نفس الدراسة البحثية understanding. هنعمل save، هنلاقي الدراسة البحثية دي انضافت هنا، ناخد التايتل بتاعها كنترول سي كله كده يبقى معانا، ونيجي هنا في الوورد عند المكان ده نعمل reference insert citation، نختار رقم 4 ملف رقم 4 نحط فيه التايتل الاستادي اللي احنا عايزينها ظهرت، اوكي، وكده ضفت الدراسة reference من غير ما نزل البي دي اف بتاعها كاملة، تمام. طيب لو الدراسة مش موجودة برضو على PubMed هشرحها لكم بس مع جوجل سكولر. طب نعمل ايه بقى؟ هندخل على جوجل سكولر، هنكتب التايتل بتاع الدراسة كنترول سي، الدراسة البحثية اللي احنا عايزينها اهي. انا عشان انا مثلا مش لاقيها فول تكست فور فري، اعمل ايه؟ اجي اضغط هنا على علامتين التنصيص دول اللي هما كلمة اقتباس، هاجي هنا في الاختيارات هعمل داونلود بس ريفمان. دي الطرق كتابة الريفرنس، احنا ممكن زي ما قلنا نستخدمها من هنا كوبي بيست، بس قلت لو هنرتب الريفرنس يدويا وما نستخدمش مندلي هيبقى موضوع مرهق جدا، بحيث لو انا خلصت باراجراف وجيت حبيت اضيف في جملة، الجملة دي هتبقى بريفرنس، هقعد ارجع الريفرنس كلها يدوي، الموضوع هيبقى مرهق. احنا ممكن هنا نعمل ريفمان داونلود، هيحصل داونلود للملف ده، ملف الاقتباس بتاع الدراسة، ونفتح الداونلودز عندنا هنلاقي الملف ده موجود، ونحطه هنا بتاع الدراسة البحثية. هو بالفعل عشان موجود مش راضي يتضاف، فهنعمل له جديد اتضاف، تمام. فكده برضو طريقة، ومن هنا هتقدر تعمل لها داونلود، بس ملاحظين ان هنا مش ظاهر بي دي اف، لان مش الملف ده مش ملف بي دي اف، هو ملف ريفمان عادي. دي برضو طريقة ان انت تدور على ستادي وتلاقيها وتحطها، تمام. ده نزل داونلود بقى مندلي تحت كده، ونمسح الباراجراف ده مش عايزين، نقفل الفايل ده بدون سيف، عايزين ديسكتوب فاني. لو احنا بقى عايزين نكتب في بعض البوينتس في الكتابة احنا حابين ننبه عنها زي ايه، انا كنت كاتبها لكم في الملف التاني، هفتح لكم من هنا اوريها لكم. قبل ما نكتب لازم حاجات كده معينة تبقوا عارفينها، مسلمات، ما ينفعش الحاجات دي تضيع من دماغكم. الحاجات دي زي ايه؟ كالتالي، احنا دلوقتي شفنا باب ميد وجوجل سكولر، التيبس اوف ساينتفك رايتنج، حاجات كده اساسيه في الكتابه، الفعل جنب الفعل ما تفصلش بينهم، يعني ما نقولش المننجايتس از ان نيورولوجيكال ديزيز والديزيز ده مثلا ويتش مثلا بيأفكت المنينجيال لايرز، لا ما ينفعش بقى ده، دي كده جمله صحيحه، ما ينفعش انا اقول المنينجايتس which افكت المنينجيال لاير از نيورولوجيكال ديس اوردر، كده انا فصلت بين الفعل والفعل مسافه كبيره، وفي ناس بتفصل بين الفعل والفعل بسطور وجمل طويله، ما ينفعش افصل بين الفعل والفعل، بين الفعل والفعل يبقوا جنب بعض بقدر الامكان. ما استخدمش المبني المجهول، تمام، ما استخدمش الازمنه بتاع الانجليزي، انا ما بكتبش باراجراف انجليزي، اللي مصحح مدرس هيصحح، انا بكتب دراسه بحثيه لازم الكلام يبقى مفهوم ومدرك عند البني ادمين. استخدم المضارع بدل الماضي، ارتب افكاري وانسق كلام، الكلام المعقد اللي ملوش لازمه ده اشيله عشان خاطر الكلام ده بيبقى حشو، فبلاش تحشي كلام على الفاضي عشان خاطر بس تبقى حققت الغرض من الدراسه، او تبقى خلصت عدد الصفحة اللي الكلية طالبها منك، لا لازم تحط كلام مفهوم، فانت لما تقراه كشخص تفهمه، فتلقائي المدرس الدكتور لما يجي يقراه، او المعيد او المدرس المساعد لما يجي يقراه يكون هو كمان فاهمه ومدركه، والا لو هو ضاع منه جزء الفهم هو مش بس هيقيمك على ان فيش بلاجرزم او سرقة محتوى ادبي، هيقيمك على فهم الكلام، لان برضو زي ما انتوا عارفين في اسلوبنا احنا مصريين
المصريين او احنا عرب، احنا مش لغتنا الاساسيه انجليزي، فاكيد مش هنكتب زي الجماعه الانجليز. فما تروحش بقى تجيب من دراسه بحثيه اجنبيه كلام انت مش فاهمه اصلا وتاخده وتحطه وتعمله شويه بارافريزنج بسيط وتحط الجمله وتبقى جمله ملعبكه مش مفهومه. الدكتور هيفهم ان انت واخد الجمله دي كوبي بيست وما عدلتهاش، حتى ما فكرتش تقراها او تفهم معناها. احنا قلنا البارافريزنج ما هو الا صياغه الجمل حسب منطق فهمي، انا فهمت ايه من الجمله بتقوله وهعبر عنه بطريقتي. تمام. بالنسبه لنقطه السيرش في باب ميد، فده ما فيش يعني سهل واتشرح قبل كده. طب السيرش في جوجل سكولر، ممكن ناخد العنوان ده كوبي بيست عادي ونبحث عنه في جوجل سكولر، الموضوع سهل. هيظهر لنا دراسات اللي بتتكلم عن الموضوع ده او لها علاقة بالموضوع، ونفس الفكرة في الموضوع التاني. يعني جوجل سكولر بنبحث عنه بالتايتل اللي احنا اقترحناه او طلعنا بيه، اما باب ميد بنعمل سيرش استراتيجي. وبرضه ممكن في باب ميد لو حد مش عارف يمشي بالسيرش استراتيجي اللي احنا قلناها يكتب كده العنوان وخلاص، بس هتبقى النتائج الى حد ما ليميتد، محدودة، او ممكن محدودة عن الموضوع نفسه ولكن مش محدودة في العدد، يعني تطلع لك مواضيع قليلة قوي عن العدد متطلعش كتير. تمام. بالنسبة ان احنا لقينا هنا كتاب هنفتحه، احنا محتاجين الكتب في كتابة الايسي، بمعنى الكتب هي اهم مصدر لنا في كتابة المقال، لان الكتب هي اللي هتلاقيها بتناقش العناوين الكبيرة دي مش ورقة بحثية. الورق البحثي هيبقى بيناقش الجملة دي بصورة بسيطة مبسطة او بيذكرها كده في جملتين تلاتة على الماشي، مش هيذكرها بصورة كبيرة. فلازم نستخدم كتب او ندور في كتب بتبحث عن الموضوع ده. الكتاب اهو، هو الكتاب طبعا هاخد وقت على ما يحمل لانه كبير، انتوا ممكن تقتبسوا من كتاب عادي. هتبدأ تدم يعني تعمل داونلود للكتاب وتقرأ فيه الموضوع اللي ريليتد ليك او اللي الدكتور طلبه منك. وبتبقى برضو الابحاث الكتب مكتوبة بمراجع، لو المراجع بتاعتها مكتوبة. اهي مراجع اهي 30 و 38 و 40، في مراجع. وفي نفس الوقت هتلاقي الموضوع متقسم زي الكلية عايزاه، يعني مثلا هنا اهي الميوتيشنز مثلا، ممكن تكون الكلية كانت طالبة الميوتيشن فيبقى انت مثلا شلتها. تمام. المالتي بابليكيشن او تقريبا مالتي، نشوف هتلاقي كل معظم اللي انت هتبقى محتاجه في كتب. وكتب برضو بتبقى بريفرنسز، ممكن برضو دراسات بحثية بتتكلم عن النقطة نفسها عادي يعني. فاحنا عرفنا قبل كده ازاي ندور على الحاجة ونعمل داونلود ريليتد ستادي. جوجل سكورل من الاسهل بكتير من بابمنت، انت ممكن تكتب في العنوان وتنزل الموضوع. وزي ما قلنا الايسي افضل حاجة له الاوفر فيوز، حاجة اسمها الاوفر فيو ده نوع من انواع الابحاث، وايه البوك شابتر الكتب. وممكن برضو عشان يكون اكون دقيقة معاكم ناخد الموضوع ده برضو كوبي ونروح بيه على هنا على بابمد. احنا كنا شرحنا بابمد وشرحنا الايتمز اللي مكتوبة فيه. معلش لو الفيديو ده طول عليكم، بس شايفين يعني الموضوع ده جايب عنه قرابة 50,000 ستادي، عشان موضوع مكتوب بصورة عامة مش مكتوب بسيرش استراتيجي. اما احنا لما فاكرين لما اشتغلنا سيرش استراتيجي طلعنا 39 ولا 38 ستادي، فتقدر تنزلهم كلهم تقرا فيهم عادي. اما مين اللي هينزل 50,000 ستادي يقعد يقرا فيها؟ يا جماعة موضوع كبير شويتين. موضوع زي ده في مثلا 38 ستادي، احنا ممكن نشوف الستادز اللي موجودة فول فري فول تكست، يعني التكست كله موجود عشان ما يجيش نفسي. طلعوا كام؟ طلعوا حوالي 22,000، برضو لسه كتير. ممكن بقى بما اننا الموضوع بتاع الانفلونزا ده يسي، وزي ما قلت لكم الاسي افضل حاجه فيه ان احنا ممكن نشتغل على البوك، هندور نشوف الكتب اللي طلعت في الموضوع. لقينا هنا كتاب طالع في 2013 الكتاب اهو مضغط هنا اهو الكتاب اهو يا جماعه كامله موجود فور فري. هتبدأ تقرأ الكتاب عن اسباب، شايفين دي نفس الايتم اللي هتلاقي الكليه بتقولها لك. يعني لو الكليه مثلا قايله لك الانفلونزا فيروس هتقول لك ايه، كلمني عن
الايتولوجي بتاعه. فاكرين انتوا عارفين الكلام ده؟ الكلام ده بتلاقيه في كتاب الاقسام، يعني لو الناس بتبحث كده في كتاب الاقسام هتلاقي الكلام ده مكتوب. البدونولوجي يعني لو المرض ده بقى وبائي، الباثوفسيولوجي، الهيستوري، مش عارفه التطور، التريتمنت. فاكرين انتوا برضو الروماتويد ارثرايتس وانا بنتكلم عن التريتمنت والدياجنوزس والبريفنشن، هتلاقوا الحاجات دي كلها مكتوبه. دي ليه؟ لان دي اساسيات كده في الكتب، والمراجع بتاعته موجوده اهي، تقدروا تقتبسوا منها. تمام، ودي طريقه، ده ستايل من ستايلات كتابه المراجع برضو. فاحنا كده فهمنا احنا هنكتب ايه، وفهمنا الكليه طالبه ايه، وفهمنا الفرق بين الحاجات اللي الكليه طالباها وبعضها. فيعني انا تقريبا ما سبتش حاجه، ووريتكم جوجل سكولر هيتبحث عنه فيه ازاي، ووريتكم باب ميد قبل كده في فيديو سابق بيتبحث فيه ازاي، يعني بالسيرش استراتيجي في الفيديو الثالث تقريبا. فبرضو كده باب ميد وجوجل سكولر مش ملهوش لازمه بالنسبه لي. انا حبيت برضو اكتب معاكم حاجه من اي مثلا استوديو من دول. نفتح ده دراسه بحثيه مثلا اهي عن موضوع برضو من المنينجايتس. لو الدراسة البحثية دي مثلا حبيت اقتبس منها كام جملة اتكلم عنها، مثلا الجملة دي، الجملة دي في اخرها زي ما قلنا قبل كده الرقم اللي مكتوب اللي هو 1 و3 دول اسمهم سايتيشن. هحاول اكبر لكم لو مش واضحين، واضحين جدا كده، دول اسمهم سايتيشن. يعني انا عامل اقتباس، ازاي ادور على الجمله اللي انا عامل لها اقتباس؟ هنا كنترول سي، انا خدت، انا عجبتني الجمله دي هاخدها كوبي بيست واحطها في الوورد، ابدا اعمل لها بار فريزنج بنفسي. ايه بيقول لك انا مش هعمل بار فريزنج عشان ما اطولش وقت الفيديو اكتر من كده. انتوا عارفين ازاي بنعمل بار فريزنج؟ زي ما قلنا بنقرا الكلام، كلمه زي سينس دي ممكن نشيلها، لا هاويفر ذات ويتش، الكلام ده بتاع الانجليزي ممكن نعدله من نفسنا عادي. لو في افعال مثلا مستخدمه ممكن نترجم هنا، حتى هنا كمان يعني تشينج ده مثلا يغير، الكلمه دي ممكن تقف عليها هنا وتلاقي هنا في وورد ترانسليشن ترجمة يترجم لك الكلام، بس لازم تبقى في كونتاكت مع النت، يعني يبقى النت شغال عندك في الجهاز. هتظهر لك هنا خانة فيها الكلمة معناها بالعربي وفي نفس الوقت بقيت معاني تانية للكلمة نفسها، يعني اداة تشينج دي معاني بقى تانية، الترنيت مش عارفة ايه. فانت ممكن تستخدم الكلمات دي في الحتة دي، بدل ما تعمل تشينج تخلي كلمة تانية. فده برضو نوع من انواع البرافريزنج، انت ما بتغيرش مع الكلمات او scientific terms او items، لا احنا بنتكلم عن الكلمات اللي هي الافعال العادية اللي نقدر نغيرها، نعمل برافريزنج ليها عادي زي ما شرحت قبل كده. دلوقتي مكتوب من 1 ل3، ده شرطة مش فاصلة، يعني الريفرنس رقم 1 و2 و3. طب دي بقى لو كانت فاصلة كده يا منور، دي معناه الريفرنس رقم 1 والريفرنس رقم 3، 2 ملوش علاقة بينا، بس هي كانت شرطة. هنيجي على الدراسة البحثية اللي احنا واخدين منها الجملة دي، وننزل تحت في خانة الريفرنس، ناخد كوبي بيست رقم 1 و2 و3، كنترول سي، ونيجي عند ملف الوورد ونحط الملفة دي. طب زي ما قلت قبل كده مش هينفع نرتب يدوي، الترتيب اليدوي ده شيء مرهق جدا، وانتوا محتاجين الوقت والمجهود في ان انتوا تكتبوا اكتر من ان انتوا ترتبوا الريفرنس. عشان كده بنصحكم ببرنامج مندي، وزي ما احنا شفنا في اول الفيديو ازاي شكل الريفرنس بيكون، فدول اسامي الاسر، الاشخاص اللي مشاركين في الدراسه هم، حتى لو ما عرفتش تقرا اساميهم بس لان يعني هي لها ستايل معين. يعني انا مثلا اسمي منور احمد كمال، عشان اكتب اسمي بيتكتب كمال احمد منار، او لو انا ايه كاتبه اسمي في الاستوديو منار احمد هم هيكتبوها احمد منار. تمام، فبيبقى في تبدلات كده واختصارات، او منار ايه، او منار ايه وكي، او كي ايه منار كده، بتبقى فيها اختلافات، يعني بيقعدوا يختصروا الاسم بطريقه وستايلات معينه انتوا فاضلين ان انتوا تعرفوها. بس دي اسامي الاسر، يعني دي اسامي بني ادمين. ده التايتل بتاع الدراسه، وده السنة اللي اتنشرت فيها. كان المرة التانية كانت السنة مكتوبة هنا زي ما قلنا في ستايلات مختلفة للريفرنسز، وغالبا ده بوك اصلا وحصل له اديتيشن يعني.
ومنشور في ال NJM اللي هو New England Journal of Medicine، وده ال ID بتاعه. تمام، ودي دراسة تانية هي برضو، وقال لك الكلينيكال فيتشرز اوف كذا برضو، وده برضو حاجة تانية. انا عشان اجيب الدراسة دي وادمجها معايا في مندلي اعمل ايه؟ انا ادخل على الدراسة دي وابحث عنها. ده ساين هاب هنشرح لكم دلوقتي احنا برضو بنستخدمه ازاي، بس خلينا نجيب بابمد تاني او جوجل سكولر. دلوقتي فتحنا بابمد، هنكتب عنوان الدراسة اللي احنا خدناه من هنا اللي هو العنوان ده، ونبحث عن كنترول في سيرش. الفول تكست زي ما قلنا موجود وفور فري، واقدر انزل البي دي اف انزله واعمل له اضافة. هو بيقول لي فيو بي دي اف، معنى كده ان الفول تكست متاح. او ممكن ده عموما ده برنامج، يعني هو مش شرط يظهر لكم، ده برنامج انا ضايفاه تبع شركة ويب اوف ساينس، دي احد الداتابيز الطبية. يعني الدراسة البحثية طلعت اهي موجودة، نفتحها. طلعت ريفيو الدراسة البحثية مثلا اهي، مش موجود عنها حاجة غير التايتل، يعني اللي هو مفيش حاجة خالص. احنا زي ما قلنا عندنا حاجة وفول تكست هنا بس، يعني هي كباب ميد مش موجود فيها حاجة، بس انا اقدر اشوف الفول تكست بتاعتها من هنا، او ان انا اضغط على هنا وهو يفتح لي عادي. بس انا بتاع يعني انا اعتقد ان هو مش موجود. زي ما قلنا هناخد الدي او اي كوبي ونروح على مندلي هنا ونضيفه. هننزل هنا ونيجي على خانة الدي او اي ونضيف الرقم ونعمل سيرش، هنشوف بالدي او اي هتظهر ولا لا. ظهرت بالدي او اي اهي، اسم الدراسة اللي احنا بندور عليه اهي، نفس الاسم اللي انتوا واخدين بالكم هتلاقوه هنا. هنعمل لها سيف، هتلاقوا الدراسة البحثية دي ظهرت اهي، اسمها اهي. هنيجي هنا مثلا عند الجملة دي زي فكرة الافكار السابقة، يعني نيجي هنا هنمسح الكلمة دي. هو طبعا الريفرنس ده هنا مكتوب رقم 3، انا ممكن اخليه رقم 1 عادي، ايه المشكلة؟ دي ترتيب استادي تانية مش ترتيبي انا، انا حر. هنيجي هنا نعمل insert citation، نحط الستادي هي ظهرت اوكي، هتلاقيها هنا اتحطت رقم 1. نفس الفكره بقيه الدراسات دي، هتاخدوها وتبحثوا عنها لقيتوها فول تكست قشطه، هناخدها على طول بي دي اف، نعمل بي دي اف داونلود ونحملها وخلاص. طب لو انا مش عايزه احملها بي دي اف كامل، اخد الجاست اللي هو اللي قلنا عليه الدي او اي او الباب ميد اي دي، ناخدهم ونعمل لها ندخلها جوه في باب ميد ونستخدمها، او في جوجل سكورر زي ما قلنا سايتيشن، ونروح على ريفمان نعمل لها داونلود. هتعمل لها داونلود في شكل بي دي اف كده، بس هو مش بي دي اف ما بيفتحش، ده اسمه سايتيشن، يعني سايتيشن داونلود لمجرد الاقتباس. بتضيفه برضو في هنا في مندلي زي الملف ده بالظبط، بتضيفه في مندلي بيظهر لك نفس الفكرة. الملفات دي متاحة عندي، لو ضغطت عليها هيظهر لي البي دي اف بتاعها، اما الملفات دي مش متاحة عندي فمش هيقدر يظهر لي البي دي اف بتاعتها. تمام كده، اظن الكتابة واضحة، والبيبر اللي بيبقى فيها سايتيشن ازاي اتعامل مع المعلومات اللي هي قصاد السايتيشن، وازاي اجيب البيبر اللي فيها السايتيشن. وعلى سبيل المثال عايزين نشوف حاجة كده، الاستادي دي كنوعها هتلاقوها ايه؟ تعالوا نشوف الاستادي نوعها ايه ونبدأ نقراه. introduction antibiotics بدأ يتكلم عنها، دي نوع من الدراسات اللي بتبقى يمكن شاملة اكتر من حد، ممكن تكونون برضو هي clinical trial بالتحديد على ما اظن، يعني دي كلها درجاتهم ويتكلموا عنها في العلاج. دي overview مش trial. تمام، فبمعنى اصح انت تقدر دلوقتي تمسك استادي تقراها، فاهم عنوان الاستادي اللي متقسمه، يعني ايه انتروداكشن، يعني ايه ميثود، يعني ايه ريزلت، فاهم ازاي هتكتب، فاهم ازاي تعمل سايتيشن. طيب برضو ااكد ليه مندلي افضل، برضو تاني ليه مندلي افضل هوريكوا حاجه تانية كده احنا كنا اشتغلنا في طب منها،
ده ريفيو كان الطلب منا في قسم الفارما، وشاركت فيه انا ومجموعة من زملائي هم. ده كان مطلوب منا، يعني انا وزملائي مش كل الناس رتبت الريفرنس بمندلي، فاضطريت انا في الاخر خالص ارتبها بايدي يدويا. تمام. فلما هتيجي تبص على الريفرنس في الاخر خالص هتلاقوها بالشكل ده، حوالي 22 ريفرنس. ده ريفرنس صيغه ان انت تكتب اليو ار ال اللي هو اللينك، يعني دي صيغه، والصيغه دي اللي هو انت بتكتب السنه بعد اسماء الاسر على طول. وفي صيغه تانية هتلاقوها فوق مكتوب اسم الاسر التاريخ في الاخر، وهنا مكتوب بالدي او اي. في ستاديز تانية مش مكتوب فيها دي او اي، هتلاقوا هنا برضو التاريخ في الاخر. يعني الريفرنس هنا بمعنى صح معجنه مكتوبه بطرق وستايلات مختلفه. اما مندلي بيوفر عليك ده كله، يعني مندلي بجد حاجه عظمه قوي ان هو بيوفر علينا الوقت ده كله والمجهود ده كله. احنا هنا بنيجي عند كلمه ستايل ونلاقي خانات مليانه ستايلز. ده ستايل اللي هو اي تريبل اي، ده مثلا ده هو اللي هو بيتكتب كده، في ده اللي هو بيتكتب رقم صغير، في مئات يا جماعة الطرق اللي الستايلات اللي مندلي بيتيحها. في نفس الوقت انا في الدراسة البحثية دي بعد ما خلصتها، لو انا لقيت جملة مثلا هي كانت دراسة بحثية عن ادراج ميتابوليزم والهباتيك مايكروزومال انزيم، لو انا جيت مثلا حبيت اضيف جملة هنا، الجملة دي مثلا وليكن الجملة دي مثلا كان لها ريفرنس مختلف وانا جيت حبيت اضيفه، انا عندي هنا ريفرنس واحد واثنين وثلاثة، الجملة دي هاجي اضيفها فالمفروض يبقى الريفرنس بتاعها اربعة، فالريفرنس ده تلقائي هيبقى خمسة. مندلي بيعمل لك ده تلقائي من غير ما تعمل حاجة، مش انت اللي بتعدل، هو بينقلها لك على طول بيخليها خمسة. اما انك مرتب مانيولي انت اللي هتحتاج تخلي دي خمسة وتبدأ بعد كده تغير ترتيب دول، الخمسة دي تبقى ستة والستة تبقى سبعة والسبعة تبقى تمانية لحد الاخر خالص، وتيجي بعد كده في خانة الريفرنس تضيف الريفرنس رقم اربعة الجديد وبرضه تغير دول. فانتوا شايفين الموضوع مانيولي او يدويا صعب ومرهق ازاي. اما مندلي هو تلقائي، انت ضفت استادي جديده في المكان ده وعايز رقمها يبقى كده، هو هيبدا يغير لك الارقام ويرجعها لك. تمام. فارجو يكون مندلي يعني دوره واضح بالنسبه لكم، ليه انا مصر على انكم تستخدموه، برنامج مجاني بينزل فور فري، مش محتاج كراك، مش محتاج ان انت وانت بتتسطبه تستخدم كود او اي حاجه، وسهل في الاستخدام جدا، وربطه بالورد قلت عليه قبل كده، بنضغط على طول هنا وبنربطه بالورد، ولو موبايل ابلكيشن، يعني الناس اللي هتضطر تكتب الابحاث على الموبايل لهم موبايل ابلكيشن تقدروا تستخدموه. فيعني الموضوع سهل يا جماعه، ما اظنش ان الموضوع مرهق. اي حد عنده اي استفسار الايميل بتاعي موجود، وده برضو الايميل الجامعي بتاعي لو حد عايز يسالني عليه، والايميل بتاع ياهو برضو موجود اللي انا بحطه في اخر، بحطه برضو هحطه لكم في لينك على هنا على اليوتيوب، وهحطه برضو في البوست اللي على الفيسبوك. يا رب يكون هو الفيديو هيكون طويل شوية، بس يا رب يكون استفدتم وفهمتم مفروض الفرق بين الابحاث وبعضها الريفيوز والإيساي، وازاي بنرتب الريفرنس، وازاي ترتيب الريفرنس بيختلف، وازاي اشوف البيبر اللي لها سايتيشن. يعني اظن الفيديو كان وافي وهو طويل شوية، بس اظن ان هو هيكون لم نقط كتير كانت مبهمة بالنسبة لكم. وزي ما قلت لكم يا جماعه هنكمل كتابه عادي زي بالظبط الموضوع ده، احنا كان مكتوب لنا بس جاست العنوان، وكان حتى كان الدرج ميتابوليزم اند الهباتيك مايكروزومال انزيم، احنا اللي بدانا نكون يعني عنوان، افترضنا فرضيه ان يكون العلاقه بين الدرج ميتابوليزم والمايكروزومال انزيم، بدانا نكتب على اساسه عنوان في المين تكست بعنوان الدرج ميتابوليزم عنوان، وضفنا صور عشان تقوي المعنى، والصور بتكون اوضح وحاجه كويسه جدا، وبنكتب تحت كل فيجر بنكتب الصوره، ما بنكتبهاش ايمج برضو احب انبه عليها، بنكتبها فيجر، وبنشوف الصوره بتعبر عن ايه، وما ننساش نكتب مصدر الصوره، احنا مش اللي عاملين الصوره ولا عاملين الديزاين بتاعها، احنا مقتبسينها من بيبر فلازم نكتبها. بقيه العناوين برضو مقتبسين جدول بيتكلم عن انواع الانزيمز المختلفه سواء انديوسر او انهبيتورز. وبقينا نتكلم بقى، طب بعد ما احنا خلصنا الموضوعين دول بدأنا نتكلم عن حاجة تانية، عن البيلروبين، ونتكلم عن الليفر عموما او الهيباتيك ديتوكسيفيكيشن او ديتوكسيكيشن، بدأنا نتكلم عن مواضيع تانية. فده الريفيو، ده شكل الريفيو. كتبنا بقى الكونكلوجن، احنا بنقرأ البحث كله ونشوف احنا استنتجنا منه ايه، وبنبدأ نكتبه في صورة الكونكلوجن بعد كده الريفرنس. يا رب يكون الفيديو كان لطيف وخفيف عليكم، وهيكون طويل بس ان شاء الله هيكون مفيد.